هي تعشي العشوة ودارستي ديماري دير لها سنة ثوم يا واش ديري واش تخلي صباح ثاني ظهري ما جيت نهبط ليزيسكالي هادو يا اخي ست حبات برك ما جيت نهبطهم بالدراع هذا كل سطر ما نعرف هوا ما نعرف كلاوية ما نعرف نورمال حالة الكبر هذه هي ضوك يبدا كل حاجة فيك تبدا تسطر كبرى هي لا راك حاط روحك صغيرة ما نعرف هذه الحلقة تفرجتها ولا ما تفرجتهاش واش راك متبع مسلسل تاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هادو صح دي سيري يستاهلوا به الواحد يتبعهم ها ما شاء الله كل راه الواحد يتبع سيرة الصحابة وسيرة الأنبياء وسيرة السلف الصالح خلاص خلاص الحلقة خلاص زيدو شوية أنا ثاني نتفرج معاك كل واحد ينافي كارليشتو ديري بورطابلك ما عنديش كونيكسيون زيدلو نتفرج معاك ما تفرجيش معايا هذوك نطلق لك كونيكسيون تفرجي وحدك ما بال أبي بكر قد هجر مجالسنا كأن أمرا عظيما قد أهمه فهو يكتمه عنا مسكين هاجر هذا اللي عجبتني انه سواء في وقت الصحابه سواء وراهم تسمى تلقى رجال مزوجين بربع نساء الراجل عنده ربع نساء في دار قايمين بالدين قايمين بالراجل قايمين بالدار كاينش مشكل كاينش مرة تبكي كاينش مرة تشكي كاينش مرة تروح البيت بويها تبكي ما فهمتش في الوقت هذا يا لطيف شموها برك شمو الريحة برك عيطوا لبوي عيطوا لخالتي اما واش كاين هنا واش كاين يا اخي حلال محلل والله كونترير تلقي واحدة مثلا واحدة ولا زوج ولا ثلاثة يعاونك في الدار بيان عام تحكي تشكي مسلسل كامل تاع دين هذا واش هزيت منه انهم يزوجوا بثلاثة وربعة ونورمال مش هكذاك حبيت نفهمك حاجة باللي مليحة المعاونة مثلا مش على روحي معاونة مليحة يقول لك وسمعت للمعونة تغلب السبع لا هذا واش واجعك هذا واش حارق قلبك الزواج هذا واش حارق قلبك هاد تهضر عليه مسلسل كامل وسيره صحابي جليل مبشر بالجنه هذا واش قدرت تهز منه تهز انهم هم يتزوجوا بثلاثه واربعه وعشرة هذا مكانه لا ما حكيت ليش على صلاه الفجر اللي صليوها في وقتها قال لك انت ال11 وقريب ل12 باش تنوض تصليها ما هضرت ليش على الصدقه اللي صدقوها ما هضرت ليش على الغزاوي اللي يغزيوها تا الصدقه هذوك الكحلان تاع صدقه اللي فطرت ما تجي تمد لهم 1000 فرنك هذه كنت بغا تبكي عليها والله على الشجاعه هضرني على الشجاعه تا يخرج قط في الكارتي تعرق سبع عرقات تهضر لي تاع الزواجات سيد هاك تفرج في تاع سيدنا عمر يا اخي قول لي سيدنا عمر قداه غزوه غزاه بزاف صح روح غزي لي غزوه واحده من اللي غزاها سيدنا عمر ورواح نروح نخطب لك 10 من ورايا انا نجيبهم لك يا سيدي شنو نقول لك كلمه انا ايه؟ غزيت غزوه واحده انت عدت تغزي الغزاويه انت انا كارت جون واعطاوها لك الارمي ما رحتش عقبتو كي الناس جاي تهضر لي تاع الغزاويه شنو غزوه تغزيتها عيش كوليني خلينا نهضر معاك خي فهمتي انا في حياتي غزيت غزوه واحده ايوا غزوه هذه اكثر من غزوات تاع العالم هذا اكل شوف واش من غزوه ان شاء الله انه هزيت 15 مليون ورحت لبيك عمي ساعده انا جبت لك 15 مليون انت شرط تاع الطفله واش عجبك الحال ندمت لا عجبني بيا هاي القهوه نجي فيها من برا هذاك انا شكي نروح نستفتي نسقسي نقول لهم اسكو كيعود عندك في الدار عدو وتوكل فيه وتشرف فيه وترقد فيه تكسي فيه وتداوي فيه اسكو جهاد ولا مش جهاد العدو راك عليا وهاو البارطاج راني نحيتو